معانا الأستاذ محمد علي الزعابي، مدير إدارة بوابات التعرفة المرورية بالتكليف، للحديث حول موضوع دخول استراحة السحب في مختلف أيام الأسبوع. هذا غير موضوع أنت قلت لي مال حوشي، ما هو بيتكلم عنه مهندسة؟ طيب أخ محمد، سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف حالك يا أخوي محمد؟ حالك؟ الله يطول بعمرك ويبارك فيك. في البداية طبعا أشكرك وأشكر إذاعتكم الكريمة على إتاحة الفرصة عشان دائما نحن نكون متواصلين ونرد على استفسارات الجمهور. الله إذا تسمح لي أبو راشد، أنا في البداية حبيت أشكر صاحب سمو حاكم البلاد الله يحفظه ويطولنا بعمره على حرصه الكبير وعلى مكارمه السخية. وأنا دائما لي تشبيه أشبه مكارم صاحب السمو، أقول هذه مثل النهر المستمر، اللهم لك الحمد، ربي يحفظ لنا الجاري، طولنا بعمره يا رب العالمين. النهر نعم الجاري، الجاري فعلا فعلا نعم، الله يطول بعمره. بخصوص تساؤل الأخ بالنسبة لموضوع الرسوم المفروضة على استراحة السحب، طبعا الهدف منها أخوي براشد تنظيم حركة الدخول والخروج للاستراحة، وطبعا عشان نعطي فرصة لجميع الزوار. وطبعا موضوع الرسوم يعتمد على الأوقات المقضية، يعني كثر ما يقضي الزائر أو السائح وقته داخل الاستراحة يدفع الرسم، ونضمن كذلك عدم تكدس المركبات وتكدس الزوار. وانتم مثل ما تعرفون أخوي براشد، الهدف من إنشاء مثل هذه الاستراحات تعزيز الدور السياحي لإمارة الشارجة على خارطة العالم السياحية بشكل خاص، وكذلك دور دولة الإمارات بشكل عام. وأما بخصوص موضوع قنوات الدفع، أنا أبشر الأخ المستمع إن شاء الله في القريب العاجل عندنا عدة قنوات راح نعلن عنها إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. وأكد لك كذلك أخوي براشد على حرص الهيئة على متابعة آراء وشكاوى الجمهور والرد على جميع استفساراتهم، سواء عن طريق برنامج البث المباشر وكذلك عن طريق الخط الساخن الموجود للهيئة، أعتقد معروف عندكم براشد الرقم اللي هو كم؟ اللي هو 600-525-522. ما شاء الله، واسطة هالرقم. هي نعم رقم مميز، عشان نحن عندنا يعني من أولويات القيادة العليا هنا في الهيئة نركز على آراء الجمهور ونستمع للجمهور وشكاواهم وملاحظاتهم، وإن شاء الله قدر المستطاع نحل مثل هالملاحظات. أستاذ محمد، 600-525-522 صحيح؟ هي نعم براشد. نعم اللي عنده أي ملاحظة يا أخواني، ولا شكوى ولا اقتراح ولا غيره فيما يتعلق ب التعرفة المرورية لاستراحة السحب براشد لهيئة الطرق والمواصلات، بشكل عام لهيئة الطرق والمواصلات. نعم ها زين، جزاك الله خير. زين، طوال الأسبوع على مدار 24 ساعة ما شاء الله. 600-525-522 خدمة العملاء مستعدين للرد إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك. أنتوا غيرتوا رسوم التعرفة المرورية ولا مثل ما هي؟ نعم، رسوم التعرفة المرورية خاصة بالدخول استراحات مثل ما هي براشد. في أيام الأسبوع الرسوم أقل، وفي العطلات والمناسبات الرسوم تكون. كم الرسم سعادتك؟ كم الرسم؟ شوف براشد، نحن عندنا طبعا اول ساعتين اذا مثلا المرتادي المطعم ولا او الكوفي شوب المقهى اللي موجود فوق، اول ساعتين مجاني، اذا انفق فيها 50 درهم ممكن يقضي ساعتين بشكل مجاني بدون ما يدفع اي رسوم. حلو، ممتاز. اما بخصوص الرسوم، واذا ما صرف 50 درهم؟ اذا ما صرف 50 درهم براشد في ايام الاسبوع الساعه الاولى ب10 دراهم. حلو. الساعه الثانيه ب30 درهم، ولكن في العطلات والمناسبات شوي الاسعار شوي تكون اعلى، يعني اول ساعه في ايام العطلات والمناسبات تكون 20 درهم، والساعه الثانيه 60 درهم. والرسم كل يعني يزيد عشان براشد نضمن عدم تكدس الناس. لا لا، زين زين، بالعكس بالعكس، عليها اقبال ما شاء الله تبارك الرحمن، عدد زوار كبير والحمد لله، يعني الشباب اللي موجودين هناك في الموقع يباشرون العمل بشكل جيد ويتابعون ويرصدون كذلك الملاحظات، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير، ما قصرت على التوضيح. بالعكس بالعكس يا ابو راشد، ودورنا نحن تكاملي مع دوركم، وانتم ما شاء الله قائمين بدور كبير، يعني نقلكم لملاحظات واراء الناس وايد مهم، ونحن عندنا هنا مثل سعاده الرئيس يهتم بشكل مباشر بهذه الامور صراحه. جزاه الله خير، جزاه الله خير، واجب واجب، ما قصرت اخي، شكرا على التوضيح، بارك الله فيك. عزيز غالي يا ابو راشد، يا مرحبا يا مرحبا، جزاك الله مشكور، جزاك الله خير.